مبسوطين لان رح نبلش حلقه جديده من كيدز باور. جي 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 هاي جوال لحقتينا على القد. كيفك؟ اوف كثير منيحه. كنت برا شوي عم بتمشى بالطبيعه. هاي شو حلو. حلو كثير الطقس. انا كثير بحب اعمل رياضه بالطبيعه وحتى هيك بس امشي جيت مشي على هيك فيديو. بتسمعي صوت العصافير وبفيق الشجر. برافو حطيتي شابو على راسك. اكيد لما تحرقني اشعه الشمس ويصير وجعني راسي عشيه. جوال كنت عم تاكلي ساندويتش؟ كنت عم بشرب مي كرمال لانه وقت اللي بنكون عم نعمل رياضه او تكوني عم تمشي بالشمس لازم على طول تشربي لانه بيخسر كثير جسمك مي. برافو جوال. بتعرفي بدي خبرك قصه بس شوي بتزعل. شو؟ انه هديك المره شفت شخص عم بيكب ورق بالحرش وكثير زعلت. قلت له بليز لم ماما قبل معي. بلما انا معلش لو انه اوقات كثير مش نحن بنكون كابين الوسخ بس اذا شفنا شيء ممكن ياذي الطبيعه معلش اذا نحن شلناهن وكبيناهن بقلب الزباله او بقلب كيس حطيناها بالزباله. مزبوط شوال. طب خلينا نشوف الصح من الغلط. معك. No, you got it all wrong. Yes. كندا مش بس هالأوساخ بتنزع شكل الطبيعة كمان حتى ممكن تأذيها ممكن تسبب بحرائق. مزبوط وخصوصا وقت يكون في إزاز وقت نولع سيجارة نحرق كل الحرش. أبدا مش منيح. وإذا أهلنا كانوا عم بدخنوا نحن لازم نقول لهم ما لازم تدخنوا أبدا. هذا الشيء بضر بصحتكم وبصحتنا كمان يلي قاعدين حدكم. مزبوط. يلا نبلش بالأسئلة. أكيد. أنا معي دونافن وأنا معي جيليان. دونافن حاضر بده يجاوب على 3 أسئلة يربح جوليان ويربح هدية. مزبوط دونافن. لا جوليان نحن رح نربح ما هيك. اوكي انتوا كمان بالبيت جربوا جاوبوا على هالأسئلة. حاضرين؟ يلا رح نبلش. أي واحد من هالفواكه غني بالفيتامين سي؟ الموزة، النجاسة أو الكيوي؟ الموزة. لا هو الكيوي أغنى شيء بالفيتامين سي بين هالثلاثة. مش مزبوط. يلا جوليان السؤال الأول لإلك. أي رقم أكبر؟ 55، 67 أو 53؟ 67. برافو جوابك صح. أول نقطة لجيليان. تاني سؤال دونافن. شو هو أهم مشروب لازم نشربه؟ المشروبات الغازية، المي أو الكاكاو؟ المي. برافو نقطة لإلك. بتحب السبار؟ يلا مين من هالرياضات اللي عددهم هلأ ما فينا نعمله على التلج؟ السكي، السنوبورد أو السيرفينج؟ سيرفينج. مزبوط. تالت سؤال. الدجاجة هي نوع من الزواحف، الطيور أو الأسماك؟ الطيور. برافو نقطتين لإلك. عظيم دونافر. الفوتبولر زين الدين زيدان من أي جنسية؟ ألماني، برازيلي أو فرنساوي؟ فرنساوي. برافو 3 نقط لجيليا. يس ربحنا. ما بأثر نحن روحنا رياضية وما بنزعل أبدا. بنقلك مبروك لإلك مش صح؟ برافو. مهم أنا نشترك. مبروك مبروك. ربحتوا بطاقة دخول تتلعبوا وتسبحوا وتتسلوا بسبلاش لاند. مبروك. الهدية هي مجموعة قصص تقدمت حبيب بابليشرز. Maman, je t'aime tant.
يا رادوم شو بيه دخلك؟ شفته زعلان انا؟ اه انتبهتي انه زعلان؟ انا شفته راكد ورايح على البيت وما بقى بده يلعب، كان عم يلعب هو ايديول. ما بعرف شفتهم برا كانوا عم يلعبوا ايديول وبعدين صار يصرخ ويعيط وفل طلع على البيت. شو بيه؟ طب تعال خليني اشوف شو بيه. اوكي خلاص 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 وقف زعبير زعبير مش 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 معقول مش معقول اللي عم بيصير معي يا ابراز يا ماما. طيب 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 روق
فينا اعرف شو بدك. واحد زعبير يا 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 ابراز يا بطل. خلاص هو عمل لنا تبع الحال. طب مين هو هيدا؟ مين هو؟ خواجه ايديه الابراز. خليني احكي، ما تطشيني لما اكون عم بحكي. خلاص بده يعمل لي الليدر هو تبع اللعبه. اذا خسر لا مش محسوبه ولا مش بقصدي، وكنت عم بتطلع وشو شو قال. طيب خلاص نحن عم نلعب عم نتسلى، مش عم رادون. ناخد علامات رادون بكافه عصيب قلنا خلاص. ابراز طلعني من التيم، ما بصير هالشغل. خلص ما بدي بقى العب معه. ما تلعب معه. واذا شي نهار فكرت تقول لي انا رايح العب مع ايديول، انا رح اقول لك لا ممنوع تلعب معه. مزبوط. خلص طيب هلا بتعرف شو رح نعمل؟ عصبني ابراز عصبني. طيب رادون انت بتحب المشاوير ما هيك؟ ايه شوفي هلا رح نحضر حالنا ونروح مشوار صغير ونروح لعند مين؟ عند مين؟ عند ماموف وبابوف على المزرعه. ايه لا ما بدي اروح. ليه؟ ما الجد ابرازي اول ما اوصل لفوق بتصير حضرت لي كل شيء في شغل. يا رادو بليز حبيبي، بتعرف انا بحبك كثير، فيك تنظف لها؟ انا بنظفها ورجع بليز يا رادو. في صحيح 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 معك حق معك حق. ابرازي بطلع لفوق بتشغلنا، فكرتنا ما عاد شغله العمله الا نظف لها لست ماموف. ما بدي لا ماموف ولا بابو. طيب هلا قرقت شوي يعني بروح لحالي؟ ايه روحي لحالك شوي ما عليك. روح لحالي وانت شو بتعمل؟ ما بقعد بالبيت ابراز، ما بدي احكي مع حدا وما بدي اشوف حدا. خلص كثير معصب يعني؟ ايه؟ يعني انا بروح وبتركك؟ شو بدك يعني؟ طب ما عم بدي هيك ترتاح. شو بدك تطلع تعملي فوق؟ شو بدك تطلع تعملي عند مامو وبابوف اليوم؟ يعني ما بروح؟ لا بدك تطلع الجزوره ولا بدك تجيب شيء يعني من عندهم؟ قلت بدي اروح جيب شوية بيض طازة، جيب خضرة، جيب حليب طازة، بتعرف المزرعة بناخذ منتوجات بيو. عرفت شو بيو؟ لا شو هذا بيو يعني؟ بيو يعني بدون كيماوي، يعني اشياء طازة. اوكي. وهلا موضة كل الناس عم تاكل هيك. ايه طيب. شو رأيك؟ بروح وانت بدلك هون؟ لا يلا بطلع معك ابراز. طيب بس بتقولي لها من هلا لا بابوف، بتقولي لها ما بتشغلي لها رادون معصب كثير. طيب اوكي رح فسر لها، رح اقول لها اليوم رادون بده يرتاح. صح. جاي يعمل مشوار تنحمل الاشياء الطيبه معنا. يلا بده يجيب جزانك. يلا رح جيب جزانه ونمشي. بس أوكي. ما معقول هيك ايديول معه حق يعني. لا طب خلص روق رادون روق. اوكي خلص روق. صبني يا ابراز. يلا رح جيب اغراضي وبنمشي على المامو. عطول هو حضرته الليدر. الو شو بدك؟ لا مش رادو، خلص غيرت اسمي وما رح لك شو اسمي. شو رايك؟ ما بدي خي، ما بدي بقى العب معك. خلص ها خلص هلا رح يسكت اليوم ما رح يسكت. الو لا يا حبيبي النمره غلط، في مشاكل؟ خلص ايه اكيد زعلان. مين هيدا يا رادو عم بدق؟ لا خلص ما بدك تقول لي 3-0. ما بدي يا حبيبي خلص باي. رادون مين هيدا؟ خلص ابرازي اتركيني منه. خلص يلا قومي. طب يلا مشي يلا. خلص بقى ما تجاوب على التليفون. يلا. مشي تنروح. يلا بتعمل شوية هيك تغيير جو معي. يلا بتلعبي معك فوتبول فوق؟ انا بدي العب فوتبول معك. طيب يلا انا رايح على الجراج جيب السيارة. روحي الله يسعدنا على عمرك يا ابرازي. كندا هلا امبروزيا اللي صارت معصبه، وهلا امبروزيا اللي اخذت رادون طلعت معه على المزرعه. شو رح يصير ما بعرف. انا ما بقى عم بفهم شيء، بس تعرفي شو كثير بحب المزرعه. مزبوط بحب الحيوانات. رح يشوفوا بابوف وماموف والحيوانات، رح بطعموهم ويهتموا فيهم ورح ياخذوا خضره وفواكه طازه كمان. شو الحيوان المفضل عندك؟ الحيوان المفضل الكلب. انا بحب الحصان كثير. والحصان كبيره هالقد وبركب عليه كثير نتسلى. مزبوط حلو كثير الحصان، بس انا بحب الكلب لانه بحسه صديق الانسان وبضله على طول معه وهو وفي كمان. كان عندي كلب صغيره. بتروح تتمشى معه؟ اكيد. انا كان عندي كلبه صغيره، وقت اللي اوصل تبلش تركض على البيت وكثير تعوي. بتعرف انه انا وصلت من وقت اللي ما بكون بعدني بعيده. كثير مهضومين الكلاب وكل الحيوانات. صح. انتوا عندكم حيوانات؟ عندكم؟ وشو بتطعمون؟ كيف بتهتموا فيهم؟ خبرونا كل هالاشياء برسائلكم وبعثوا لنا هن على عناويننا www.kidspowershow.com. تبعثوا لنا على kids@kidspowershow.com. او فيهم يبعثوا لنا رساله كمان وبحطوا لنا صوره على 111 زق لبنان برنامج كيدز باور. معك حق كندا، كل هالرسائل بيوصلوا لعنا، نحن بنقريهم وبتربحوا هدايا اكيد. مين بعث لنا اليوم رسائل؟ خلينا نروح نشوف. يلا كلنا سوا نحضر الرسائل والايميلز.
اوبا From Alabama with a banjo on my knee, and I'm going to Louisiana, my true love for the sea. It rained all night the day I left, the weather was so dry, the sun so hot I froze to death. Susanna, won't you cry? Oh, 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 Susanna, oh, don't you cry for me. For I come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, 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 Susanna, oh, don't you cry for me. For I come from Alabama with my banjo on my knee. One more time. Come on, clap with me. One, two, one, two, three, four. I come from Alabama with a banjo on my knee, and I'm going to Louisiana, my true love for the sea. It rained all night the day I left, the weather was so dry, the sun so hot I froze to death. Susanna, won't you cry? Oh, 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 Susanna, oh, don't you cry for me. Come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, 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 Susanna, oh, don't you cry for me. For I come from Alabama with my banjo on my knee. كيندا اسمعي هيدي الفينالي اللي عملتها هلا هيك حزينة بتكون. Banjo on my knee. أو في خلصها هيك كون فرحة بانجو اون ماي ني يس كل واحدة حلوة بس كل واحدة هيك فيها احساس مزبوط بتعرفي اني نقيت خلصها وذ ما بانجو اون ماي ني ليه لانه عم بقول او سوزانا او دونت يو كراي فور مي يو سي بتعرف عندي ابلكيشن على الايباد بتعرف هي المود تبعي من ورا الفينجر تبعي أوف. شوف كيف الفينجر سكان بحط ماي فينجر هون ليتس سي اقولك شو المود تبعي هابي هابي عدوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ريلاكس واو ذاتس كول حتتلي از ذس ذا ويكند اكيد اتس ذا ويكند نحن بنحضر كيدز باور اون ذا ويكند وبنكون مبسوطين كيدز 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 باور كيدز كيدز باور طيب فيك تجربي بعد مره تشوف اذا بيتغير شيء اوكي جرب بنفس الاصبع ايه بليز جرب بنفس الاصبع نعمل تيست للايباد بفلو 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 لازم اقرا الكلمات اللي كاتبين لي هن ليش؟ sad اه oh no don't be sad are you sad? I'm not sad if you're happy and you know it clap your hands if you're happy and you know it clap your hands if you're happy and you know it and you really wanna show it if you're happy and you know it clap your hands Yuppie ya 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 yuppie yo Yuppie Yuppie ya 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 yuppie yo Yuppie Yuppie ya 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 yuppie ya 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 yuppie ya 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 yuppie yo أكيد هلا كندا وكل أصحابنا بطلوا زعلانين وأنت خاصة لازم تكوني هابي 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 هاي أنا اسمي مانويلا مخايل عمري 6 سنين وبحب أحضر كيدز باور كتير وبحب كتير إجي على السجو وشارك معكم بالألعاب وعندي سلام خاص لكل الفريق سلام خاص لكل الفريق وبتحب غنية بأيام الصيف بأيام الصيف نحضرها كلنا سوا؟ نحضرها بس قبل ما نقرأ إيميل إيميل بونجور اسمي ماريا وعمري 9 سنين أنا وخي منحضر كل يوم كيدز باور ومنحب كتير كيكي وجوال وحابين نسمع غنية المدرسة سوري صرنا بأيام الصيف نحن ما نسمع غنية أيام الصيف هلا ميرسي ماريا على هيدا الإيميل اللي كتير حلو رح تربحي كادو رح نشوفه ونسمع الغنية أوي أوي بايلا بايلا سينيور سينوريدا أوبا
اي 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 مبروك رح تربحوا تياب حلوين كتير تقدمة دي ليتل. هدايا حلوة كتير رح تحصلوا عليها من عند كارت أنتون. مبروك. مبروك هديتكن تقديمة أكوا كيد. مبروك ربحتوا بيست واي تقديمة وورلد أوف تويز أكبر سارة ألعاب بلبنان. I'm not afraid.
ابدا با ما بعود بتهدى انا الساحر عمرو زيا لسه ما بقى بدا جنو كل الجنيات بطلوا ناسا يتهدى عمرو زيا ما في شي عم يقنع على ست عمرو زيا اني ارجع احكي انا وايدول ما بصير هالشغل واحد بيزعل لازم يرجع بيرضى شو كل عمره الواحد بده يضل زعلان من التاني لا امبروزيا حطيتها براسها انه لا ايديل ممنوع تحكي مع رضا ما بصير هيك ما بصير هيك انا بتخلى مع كثير اصحاب بس خمس دقائق عشر دقائق برجع بتصالح مش حلو بعد يكون هيك ما ينسى ها عندنا ماتش هلا كيف بدي اقنع على الست امبروزيا انه عندنا ماتش ولازم نروح ما عم بتخليني ما بتجبرني ما بتجبرني مرات كذب عليا لا عمرو زيا طب شو بدي اعمل؟ الو ايه لا ايديل بعد ما 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 لا هو بعد اجا ولا عمرو زيا بعد ما حدا اجا شو بعمل ايديل انا قلت له طلع بكير قبل ما بدي اياك تلتقي انت وعمرو زيا ايه طيب ايه إيه ليك شو بصير معي برجع بحكي معك برجع بحكيك خلص لما لقي الحل برجع بحكي معك يلا باي وهداك التاني ما كان يعرف يجي تأخر ليلتقى هو وأبرازه ويعمل لي مشكل وين حضرته وين صار يلا لحظة أنا واصل إيه شكرا يلا فل خلص فهمت كل شيء فهمت يلا باي ها هذا الحل وهيدا الحل ووصل الحل ده الحل وهيدا الحل وين بنحطهم هون لا يا رضا هون هون هذا الحل هون كوكو هون. انا جيت يا اهلا وسهلا ما في احلى من البيت يا رضا ما بخبرك مثل ما وصلتك قبل رجعت رحت عملت برمي عجقت سيرة تأخرتي انت لا يا أبرو تأخرت ما قلت لك رجعت عملت برمي ورحت زرت أصحابي وشوب وعجقت سير يعني شي بيخوت ليك أبرو زيا نعم في مجال انه لا 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 أبرو زيا ولا كلمة ممنوع قلت لك ما بتفتح السيرة قلت طيب. لك لا يعني لا خلاص طيب. وعدت نفسي وانت وعدت حالك كمان كون رجال خد موقف اوكي على كل حال رح فوت شوي غسل وجهي واشرب مي أوكي. يلا الو ايديل الاغراض وصلوا لهون ايه والزلمه بس اعطيني اياهم لساعه بس وأمروزيا ما عم تقتنع ابدا إني يروح رح اعطيها اياهم وروح لا ساعه بس يلا باي النمره غلط يا حبيبي ما بعرفك لا ما بعرف الصوت باي هذا مين هيدا على التليفون ما بعرف أمروزيا هلا دق هو التليفون ما سمعتيه سمعتيه دق ما هيك ما بعرف قد مني مطوشه ومشوبه ما بعرف شيء انا ما سمعته كمان هيك من هلا ورايح ما بتفتح لي سيرته لا ايديول خلص أمروزيا نعم كيف أتعبر لك عن حب يا أمبروزيا لألي؟ أنا أحبك؟ أنا بحبك يا أمبروزيا أنا جيب لك هدية مش من قيمتك هدية؟ أنا بحبك بس أنت ما بتحبيني بأي مناسبة؟ ما في مناسبة ما ضروري يكون في مناسبة يا أمبروزيا لا 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 أعبر لك عن حبي أنا دايماً أصلاً أتفكر فيك أنت ما بتفكر فيني خلاص أنا بحبك أنت ما بتحبيني ردو انت بتعرف قد ايه بحبك فرجيني هيدا رح تحبيني اكثر اذا بعطيكي هالشي انتبهي تكسر امبروزيا انتبهي او شو والعياري امبروزيا انتبهي امبروزيا ليكي حلوين افتحيهم امبروزيا افتحيهم شو جايبهم انا لضلهم مسكرين روق بدي اعرف شو هن طيب ليكي شو فيه لحالك فيني اروح انا العب شوية فوتبول واشي روح يلا شو هالعقد هيدا؟ ومعه حلقه كمان؟ يه 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 وقت الحلقة؟ هلا بنرجع بنلمها حتى شوف شو هاو سوارة
ساعة بس. معقول؟ حلوة هالساعة. واو واو هيدا شو؟ بس معقول؟ هدية بدون علبة؟ بدون امبلاج كادو؟ ياه معقول؟ غريب. هلا معقول يكونوا بكيس بس. اف حلوين كتير حلوين كتير حلوين. واو بحط العقد كمان. يس واو شو حلو شو حلوة أمبروزيا. فرشوني على المراية. يس 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 واو ايه يلا يلا جاي شي هيدا التليفون عم بدق. هيدا شوفوا. الو نعم نعم انا أمبروزيا. كيف لساعة لأمك يعني حوتي المجوهرات عياري؟ لا لا طيب اوكي هلا فهمت هلا فهمت ليش بدون كيس طلعوا عياري هودي لساعة. غارني رادون وانا بعد ما تهنيت فيهم. حبل الكذب قصير ما لازم نكذب ابدا مش مزبوط كيمبرلي؟ ابدا ما لازم نكذب. بعدين اذا الهديه مش لنا معقول نهديها؟ كثير مقدوم رادون ضحكني كثير. بضحك بس انه اللي عمله مش مزبوط كندا. تخيلي انت مثلا تيجي تاخذي شيء من قوتي وتروحي تهديه لحدا. لازم تساليني قبل. مزبوط معك حق. طيب مش مشكله احنا ما رح نعمل مثله لرادون مع انه هو مهضوم وبضحكنا اوقات بس اللي عم بيعملهم مش مزبوطين ابدا. كيمبرلي نحن رح نلعب ونربح صح؟ ماريلين مين رح يربح؟ نحن اكيد نحن. الهيئة منا اكيد. هلا بنشوف كيندا. نحن في عنا نجوم وعنا فستان الاميرة. عندكم بس 15 ثانية ورح تجربوا خلال ال 15 ثانية تعلقوا كل النجوم على الفستان. اوكي لازم تكونوا سريعين. حاضرة؟ بنعد لكم 3 2 1 توب. اسرع معكم بس 15 ثانية. يلا يلا يلا. طلعي عندك وخلصيهم بسرعة. فيك تاخذي أكثر من وحدة بإيدي. ستوب. ستوب ستوب. أوكي. تعي لحدي. أوكي. 1 2 3 4 5 6. تنشوف نحن 1 2 3 4 5 6 سبعة. يس برافو مريم. سبعة. يس. برافو مبروك لإليك. رح منشوف شو هي هديتك وانت ما تزعلي ابدا لانه كيدز باور على طول بيستقبلكم. بتبعتوا لنا رسائلكم على kids@kidspowershow.com بتحطوا رقم تليفونكم ونحن بندق لكم وبندعيكم تجوا تصوروا معنا مثل كيمبرلي وبيلعبوا وبيربحوا وبيطلع لهم كادويات اكيد. مبروك مبروك ربحتوا مجموعة مجلات سيلوات. بعدنا مكملين بحلقة كيدز باور برنامجكم المفضل. بس كيندا ما بعرف شو عم تعمل. شو عم تعمل كيندا؟ عم جرب انفخ ما عم ينفخ معي. عم تنفخي البالون؟ كيندا اعطيني شوي هيدا البالون. هيدا البالون ما بينفخ بالتم له منفخ خصوصي لنقدر ننفخ عن جد البالونات. اكيد انا ساعتين عم جرب اتعذب تا بينفخ. تك تك بينفخ البالونات بالمنفخ لانه اذا هيك بده يقعد يعمل كل نهار بينقطع نفسه وهذا شيء كثير بيزعج بصير يوجعنا راسنا وبينقطع نفسنا. لانه عن جد بلش يزعون زلعيمه. مزبوط كيندا. ابدا 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 ما بنجرب ننفخ البالونات بتمنا ولازم ننتبه ما بنكب البالونات بالارض وين ما كان لانه اوقات اولاد الصغار بيلقطون وبحطون بتمهم وبيختنقوا. مزبوط جوال رح اخده لتكاتك بلكي بيعمل لي موديل كتير حلو. معك حق كيندا تكاتك وصل وانا شفته قاطع بالاستوديو. بدكم كلنا سوا نحمسه؟ يلا بدي اسمعكم بالبيت. تكاتك 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 تكاتك.
سليت ليك معي طالة وحاضرة بدها تلعب وانا كمان انا معي شانن. شانن كانت عم ترقص قبل شوي شفتها كانت عم تتفرج علي وعم ترقص من بعيد مثل كل الاولاد وهلا جايه لتركب الليجو وتربح مش مزبوط؟ واو شو شاطرين. حاضرة طالة وهيدي اول قطعة لك شانن مثل طالة رح بتبلشي فوق هاي رح نعدلك 3 2 1 توب يلا نقرب نقربهم حد بعضهم لنشوف مين رح يربح. ايكو بتعرفي شو بس كيندا نحن اخر وحده حطيناها هي وعم تخلص الموسيقى شو رايك ارجع شيلها هيك بيربحوا اثنيناتهم. يا فكره كثير حلوه جوال. اوكي لان اثنيناتهم عملوا برجه هي على الاخر هي وعم بتدق الموسيقى كانت عم نحطها وانا شديت لها اياها ما بقصر مشان هيك بنشيلها وهيك اثنيناتهم بيربحوا. اوكي شنن يس ربحنا كادو يوبي جيف مي 5 يس برافو شنن ومبروك لكم اثنيناتكم. ماجنتيك كارد من ادفنتشر وورلد هي هديتكم. الف مبروك. الماجنتيك كارد بتخليكم تلعبوا وتتسلوا قد ما بدكم. يلا يلا عجلوا استلموا هديتكم. هاي اكيد
أكيد كلكم صرتوا جاهزين للرقص. الرقص كتير مفيد لصحتنا لأنه بنعمل نوع من الرياضة وبنفس الوقت بنتسلى. اليوم الرقصة اللي رح نتعلمها هينة كتير وحلوة، كل أصحابنا الصغار بحبوا حيوانات المزرعة. اليوم رح نتعلم نرقص جدو عنده مزرعة. إيا إيا أو، جاهزين؟ كلنا سوا رح نتعلم. بنقرب بإجر اليمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين إيدينا رح بكونوا لتحت كأنه عم نكبس شي على الأرض وبدنا ننط بنفس الوقت. مننط إجر اليمين أول شي على جنب، بعدين شمال، بعدين يمين، ومنسكر. رح أرجع عيد، بنرجع لورا ومنعيد. step 2 3 4، jump 2 3 close، كمان مرة. step 2 3 4، jump 2 3 close. من بعد ما نوصل لهون رح نرجع لورا 4 steps، يمين شمال يمين شمال، ايدينا لفوق، ايا ايا او. كمان مرة رح نعملها كلها. step 2 3 4، jump 2 3 close، step 2 3 4، ايا ايا او. بعدين رح نبلش بصوت البطة. صوت البطة نعمل اول شي، رح نعمل تشيك تشيك، صوت الصوص، تشيك تشيك هون، تشيك تشيك هونيك، تشيك هون تشيك هونيك، وين ما كان تشيك تشيك. جاهزين لنرقص مع الموسيقى؟ كلنا سوا. جدو عنده مزرعة، إيا إيا أو، مزرعته في صيصان كتير، إيا إيا أو. تسمع تشيك تشيك هون تشيك تشيك هونيك، تشيك هون تشيك هونيك، وين ما كان تشيك تشيك. جدو عنده مزرعة، إيا إيا أو، مزرعته في بط كتير، إيا إيا أو. بلا ما تضيعي وقت، لانه انا وريبيكا محضرين حالنا، بدنا نلعب نربح نتسلى ونغني هابي بيرثدي ونربح هدايا. خلص ليكي هكتر جاهز؟ اه حاضر هكتر. يلا شمعنا الهكتر، واحد اثنين ثلاثة ليتس جو. هكتر تعال عندي، تعال عندي. او نو نو نو، اوكي يلا كيندا عدي لنا طابات الزرق والصفر لنشوف اذا لعب منيح او لا. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تحت الزرق، تسعة عشرة 11 12 يلا برم برم برم، 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 في وحده تحت 27. لا هيدي محسوبه، لا 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 27 تحت، 27 تحت تحت الموف بعد في 28 وكمان هون 29 بعد في بروم بروم تنشوف، افتح ايدك هيك ما بقى في 29. 29 واو، برافو هكتور، برافو هكتور. صار دورنا، بدنا نرجع نرد كل الطابات لمحلها بعدين نحن بنلعب. اوكي اوكي يلا ريبيكا، كل الطابات رجعوا لمحلهم وصار دوريك. بدنا الطابات الحمر والطابات اللونهم بيربل. اوكي 3 2 1 جو ليتس جو. اسرع 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 اسرع.
اوكي اجريكي ما عم بيجي الشريان بتطلعي شوي لفوق يلا يلا اوكي جربي لقطة الموف والحمر لهونيك في كثير احمر وراكي في كثير اجريكي جيبي اجريكي لانه فاضيين بعدك هون 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 اجريكي لعند كندا خذي اجريكي لعند كندا يلا اسرع اسرع ستوب اعطيني ايديك يلا عملي اوعى توقعي تعالي لعندي اوكي رح منعدلي واحد اثنين ثلاثة